أهلا ومرحبا بكم في قناتي. درت كيقولوها الزريعة، زريعة مقلية، وغادي نقول لكم طريقة المقادير، طريقة أنها كتكون عندنا. إذا فدرتها، درت لها شوية الماء وشوية الملح، من بعد صافي درتها تحمص، يعني تقلى على في المقلاة بلا زيت، غير هكذاك وتحركها. مهم في الأول كنت باش قبل ما نقلعها، إذا فهذه الصغيرة لا، لأن ما فيها والو، هذه عاد يلاه، هذه عاد صغيرة، مين يكونوا هكذا صغارات لا، هذه كنعرفوها. أما هذه مثلا عاود شوية، ولكن عاد ما فيهاش، كيبان دغيا. فاش كيبان؟ لأن كتبان هذيك اللي كيكون فيها الحبات، كتكون ثقيلة وكتكون صافي تحت عند الأرض، صافي يعني تقالت، لأن دوك الحبات فيها تعمروا وهكذاك كيكونوا، لأن كيكون فيها دوك الحبات وهكذا، كتكون هي اللي كتكون فيها اللي عادة نقلعوها وهكذا. وأنا يا بين هذيك الزريعة، هذيك الحقول هكذا، ها هو واحد يحييكم، هذا البعوش. هذا البعوش كيحييكم شوية هكذا. مهم، ودرت ملي قلعتها كلها خليتها تلبس شوية، شوية تلبس وصافي، ماشي بزاف. مهم ما تلبسش بزاف، يعني غير شوية، غير بلا ما كان ما عنديش الوقت وصافي عليها. فغادي نقولوا هذوك الحبات، هادو هما دوك كي كيكونوا، هادو هما كيكونوا وكتكون فيهم ديك زريعة الحبات. من بعد هذه الحبات كلشي قلعتهم ودرت فيهم الملح، يقدر 2 معالق هكذا كبار، على حسب عود، على حسب الملوحة اللي بغى الواحد الملح. درت فيها شوية الماء، نفختها شوية كما يقولوا، فسكتها شوية باش هذيك الملحة تبقى فيها. من بعد درتها في المقلة، من هذيك المقلة درتها في المقلة. إذا ملي ديك الحبات بدي تدير واحد هذاك الصوت تاك تاك، تما عاد يعني كتكون صافي بدات شويه، وعاود تكون عاود يعني خاصنا نقصوا النار وصافي، وما خاصهاش نخليوها تحرق. عاود ملي خاصها تكون، ملي تكون في المقله دغيا، خاصنا نديروها في واحد البلاطو، لان غادي تكون المقله ساخنه باش ما تحرقهاش. ومن بعد هكذا تكون زريعه، وكترا الا دقناها عاود تكون شويه تبان بلي راها مزيانه وهكذا تكون. شكرا للمشاهده.